ايه ايه طيب 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 فلذلك هو الحمد لله عنده العالم اللي اسيب شبابنا يبي راس يتخرج من الجامعه يكون وظيفه عليه. نعم. ايش السبب؟ يقولوا شيء متاح لك. واحده واحده. جربت انا يقول ما اعرف انا كذا. يجي واحد الله حير عارف هذا ولا يعني اشوف ظروف ولا شيء. يقول المرتبه السادسه يقول لها هذه الثامنه. انت محمد في اي مرتبه جيت؟ السادسه الله يسلمك. السادسه؟ اي نعم. طيب. اخوانك اللي قبل نفس الشيء؟ كلهم السادسه الله يسلمك. سادسه ممكن يا احمد بعدين هي احسن. يعني الوظيفه اللي انت تثبت وجودك وتمشي فيها او ما تجي منك الواقع الحمد لله ربنا يستر الله عليك من اول يشتغل اي شيء عشان ياكل لقمته. نعم. الحين يجي بيته هلا امه ولا ابوه ولا اخته ولا عمه ولا خاله ويصدح وياكل. العمل والله لو اشتغلوا شبابنا وكل الاعمال وشاباتنا اني يمكن موفر 80% من العمل الاجنبي. أنا خبر من الصغار كانوا في البيوت تسجلون ليش؟ في البيوت